in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأحدثكم في هذا الفيديو عن انتساخ الـ DNA, DNA transcription, العملية التي يتم فيها تصنيع الـ RNA المرسال بدءا من الـ DNA هي عملية الانتساخ. تمر عملية الانتساخ بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة البدء, المرحلة الثانية مرحلة الإطالة, المرحلة الثالثة مرحلة الإنهاء. في مرحلة البدء لنتعرف أولا على تسمية طاقي الـ DNA. الطاق الذي في الأعلى يسمى بالطاق المرمز, في حين يسمى الطاق الذي في الأسفل بالطاق المرصاف الذي سينتسخ منه الـ RNA المرسال. في هذا الطاق يوجد منطقة المعزاز, وهي المنطقة التي سيتعرف عليها الـ RNA polymerase, ولدينا منطقة الترمينيتر التي عندما يصل إليها إنزيم الـ RNA polymerase سيتوقف عن عمله. وهذه المنطقة من الـ DNA هي التي سيتشكل منها الـ RNA المرسال. في منطقة المعزاز يوجد لدينا ما يسمى بالتاتا بوكس, وهي منطقة تكثر فيها تسلسلات التيامين والأدينين. سيرتبط بها بروتين يدعى بالTBP, تاتا بايندينج بروتين. ثم تأتي مجموعة بروتينات ترتبط بالTBP لتشكل ما يسمى بالTF2D. ثم تضاف مجموعة من عوامل الانتساخ لتشكل معقد البدء الضروري ليبدأ الـ RNA polymerase بعمله. في مرحلة الإطالة سيقوم الـ RNA polymerase بإبعاد طاقي الـ DNA عن بعضهما, حيث يبدأ بإضافة النيكليوتيدات ليتشكل طاق من الـ RNA المرسال. في مرحلة الإنهاء عندما يصل الإنزيم إلى منطقة الترمينيتر سيتوقف عن العمل وسيخرج لدينا الـ RNA المرسال. نميز في الـ RNA الذي تشكل تسلسلات من الإنترونز والإكزونز. تتميز الإنترون بأنها تسلسلات لا يتم التعبير عنها, أما الإكزون هي التي يتم التعبير عنها, لذلك سيخضع لعملية التضفير سبلايسين التي يتم فيها حذف الإنترون ليتشكل لدينا الـ RNA المرسال الذي يحوي على إكزون فقط. ثم سيخضع لتعديلات من إضافة الكاب أو الكلونسوا عند نهاية 5 فتحة, وإضافة الذيل عديد الأدينين بولي أيتيل عند النهاية 3 فتحة. وهكذا حصلنا على الـ RNA المرسال الناضج الذي سيترجم فيما بعد إلى بروتين.